الارسال الان حبيب الشاعر طويله يلعبها الاستقبال الليبرو حلوه العتيبي ترتد من عبد الله جاسم والفنت الجميل والصافره من عباس من نادي كاظمه الى الكويت الى العربي كره قويه كره حلوه برافو كره حلوه وكره عند الجيران عبد الوهاب وكره حلوه يا ولد اي استغلهم طبعا في كل كره في كل هجمه هذه كره وهذا حاط صد ايضا شوف عامر السليم عبد الله جاسم عبد الله جاسم سقطها سهله شيلها عبد الرحمن العتيبي الى شاعر لكن هناك حائط زوجي ناجح وهذا الارسال يشيلها عبد الله جاسم الى سلطان قلت لك يطلع عبد الله يروح بارك عبد الهادي يشيلها محمد بدر ليبرو هذه ساقطه فرصه الان يشيلها الجيران العتيبي يا ولد العربي مبارك عبد الهادي يلعب ارسال طويل يشيلها بدر محمد بدر والنجم هالمره عبد العزيز والارسال مبارك شيلها وخلفيه ساقطه يتابعها سيار عبد الله جاسم الى سلطان وترتد يا سلام هذه الجيران الى يا ولد الى الملا يعملوها النادي العربي هذه طويله الشاعر اللي عبد الله جاسم يشيلها حلوه نجم يخلصها الارسال يعقوب يعقوب عبد الله يلعبها استقبال جميل 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 يبجي من يكون يخلصها بنقطة الثاني الدولي إدارة لا زالت موفقة من الحكام الاثنين هذه كرة حطها حطها 22-17 هذه كرة خلفية إلى العتيبي يسقطها وفي صافرة من يعقوب الشاعر يلعب إرسال طويل هذه كرة الآن ويعقوب انتهى القسم الأول القادسية 3-2 والقسم الثاني يوم الثلاثاء القادم ما بين الفريقين ايضا ان شاء الله سنكون معكم في نقل مباشر لهذه المباراه، اذا هذه كره قويه من عبد الله جاسم اذا اثنين لا شيء والارسال طويل يلعبها على طول هذه كره وفيها صافره عامر السليم يلامس الشباب هذا هو الليبرو علي محمد رمضان شيلها على طول الليبرو الثاني محمد بدر وكره قويه لكن في حائط الصد وهذه كرة الآن يشيلها الملة أحمد هذه إلى أحمد مرة ثانية في حائط الصد قوية راحت خارج الملعب هذا حبيب الشاعر يلعب إرسال يعقوب إلى يعقوب يا ولد عن أنه الشوط الثاني هذا النجم يلعبها قوية الملة يشيلها إلى الملة إلى عبد الرحمن المتابعة من سلطان برافو عبد الله جاسم لكن حائط الصد نادي العربي هذا الموسم هذه كرة وفي خطأ في الدوران المصري على الإرسال يلعب إرسال طويل لامسة يعقوب هذه فرصة الآن لنادي العربي وممكن يا سلام تمت إذن تسعة وهذه طويلة يشيلها يعقوب يعقوب فيصل فيصل إلى عبد الله عبد الله العربي يلعبها وين شالها عبد الله سريعه يا ولد لا 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 11 وين الارسال عد الارسال يا عامر السليم الى الملا فيها تاتش وفيها لمسه وفيها خطا وفيها خالد وهذه كره طويله يشيلها وفي حائط الصيد المتابعه برابو و20 عبد الله جاسم سيطر خلاص نادي الكويت على الشوط خلاص هذه خلفية خارج الملعب لن يلتقيان للنهائي الخاسران الثالث والرابع لبطولة الدوري لهذا الموسم وهذه الكرة الأولى والعربي الآن هو الهاجم عبد الرحمن عبد الرزاق يلعب العسماوي معد الفريق هذه كرة إلى سلطان قوية حلوة سلطان خلف هذه كرة هناك ممكن الملة نعم يلعبها قوية برافو الملة ينجح في نقطة نادي العربي طويلة يلعبها هذه كرة وحلوة سريعة قوية جميلة حاول فيها الليبرو علي الارسال ايضا ويشيلها عبد العزيز ويسقطها احمد الملا على العربي ست نقاط
وهذه كرة طويلة يشيلها على طول يعقوب رمضان. يا ولد الله الله عليك، يتصدر الكويت. هذا مالك العنزي، مالك او هذه كرة حلوة. عبد العزيز دشتي على الارسال لنادي العربي عبد الله جاسم، لكن ترتهد المتابعة وتروح مرة ثانية تداول بين الفريقين. يعقوب يا سلام عليك يا يعقوب، 23 وهذه أيضا كرة الملا يشيلها، ودشتي يكسب فيها إرسال نقطة الشوط والمباراة. وهذه وين وترتد مرة ثانية، إذا تجاوز مبارك عبد الهادي على الملعب وينهي الكويت الشوط الثالث ب 25 ايضا 18، ثلاث اشواط لا شيء. العربي مبروك الكويت، هارد لك العربي، حظ اوفر المباراه القادمه ان شاء الله. ما لكم مني افضل التحيه، محدثكم غزالي العنزي، وايضا تحيه للزملاء المصورين، زملاء في الاستديو النقل الخارجي، وايضا مخرج النقل الاستاذ محمد عبد الرسول. واترك طبعا الصوت والصوره للزميل والاستاذ غريب الغريب، والى الكباتن في الاستوديو فوزي المعتوق مشعل رمضان، على ان نلتقي ان شاء الله معكم في الاسبوع القادم في مباراه اخرى. والقادم دائما افضل لكم مني الف تحيه، وتحيه وطبتم وطاب مساءكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.